كشف سعد الدلع عثماني رئيس الحكومة يوم الاثنين خطة المغرب لرفع الحجر الصحي ما بعد 20 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الخروج منه أصبح من أصعب من الدخول إليه لما فيه من تعقيدات واعتبارات. وقال العثماني في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين إن الحكومة قررت تمديد صلاحية الطوارئ الصحية فترة إضافية لمدة 3 أسابيع، وذلك تجنبا للعواقب الوخيمة بالتزامن مع عيد الفطر، وهو ما من شأنه أن يهدم ما تم بناؤه بقوله لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى ترح. متتبعينا الكرام، نعيد عليكم بلاغ سعد الدين العثماني. كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الاثنين خطة المغرب لرفع الحجر الصحي ما بعد 20 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الخروج منه أصبح أصعب من الدخول إليه لما فيه من تعقيدات واعتبارات. وقال العثماني في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية فترة إضافية لمدة 3 أسابيع، وذلك تجنبا للعواقب الوخيمة والكارثية التي قد يتسبب فيها رفع الحجر بالتزامن مع عيد الفطر، هو ما من شأنه أن يهدم ما تم بناؤه بقوله لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى ترح. متتبعينا الكرام ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على هذا البث المباشر. كما سمعتوا السيد الدين العثماني كشف يوم الاثنين خطة المغرب لرفع الحجر الصحي ما بعد 20 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الخروج منه أصعب من الدخول إليه لما فيه من تعقيدات واعتبارات. وقال العثماني في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية فترة إضافية لمدة 3 أسابيع، وذلك تجنبا للعواقب الوخيمة والكارثية التي قد يتسبب فيها رفع الحجر بالتزامن مع عيد الفطر، وهو ما من شأنه أن يهدم ما تم بناؤه بقوله لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى ترح. متتبعينا الكرام، قولة جميلة، لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى ترح. الحكومة بهذا البلاغ ديالها ولا بهذا البيان التوضيحي ديالها أنها ما بغاش تهدم داكشي اللي تبنى خلال الخطة السباقية لنجل المملكة المغربية، لذلك إن شاء الله غادي تزاد واحد 3 أسابيع على أقل تقدير، ما عندنا ما نديرو فيها خير كما كيقولوا المغاربة، ونعرفوا بأن المغاربة ناس كيتقبلوا أي حاجة اللي كتخدم الصالح العام. متابعينا الكرام، أعيد عليكم هذا البيان التوضيحي. كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الاثنين خطة المغرب لرفع الحجر الصحي ما بعد 20 مايو الجاري، مشيرا إلى أن الخروج منها أصعب من الدخول إليه لما فيه من تعقيدات واعتبارات. وقال العثماني في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية فترة إضافية لمدة 3 أسابيع، وذلك تجنبا للعواقب الوخيمة والكارثية التي قد يتسبب فيها رفع الحجر بالتزامن مع عيد الفطر، وهو ما من شأنه أن يهدم ما تم بناؤه بقوله لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى ترح. الله يفاجئها متتبعين الكرام على الجميع، ونتمنى أن المغاربة يتقبلوا هاد الأيام هاد الأسابيع اللي غتزاد في هاد الحجر الصحي، هي 3 أسابيع بقوله ما نبغيوش الفرح ديالنا تحول لترح. متتبعين الكرام، كما قلت الصحة قبل كل شيء. في آخر متتبعينا الكرام، من هذه المناظر الجميلة أقول لكم كان معكم عبد الله من مدينة تيتان.